السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفه جديده وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم بريوات ديال السبانخ والجبن، نتمنى يعجبوكم وتجربوهم ان شاء الله. كيف كنتمنى من الناس اللي اول مره كيشاهدوا القناه يضغطوا على زر الاعجاب ويشتركوا ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا بجديد الوصفات. هنايا بديت في الوصفه، درت واحد 4 المعالق ديال زيت الزيتون، درت عليهم واحد الحبه ديال البصل اللي هي متوسطه وجوج حبات ديال البرو. الا توفر غير عندكم غير البصله ممكن ديروا البصله وتستغناو على البرو، تكون بصله بيضاء. درت واحد نصف معلقه صغيره ديال البزار الابيض ونصف معلقه صغيره ديال الثوم بودرة. صافي، هنايا غادي نجيب السبانخ ديالي طبعا اللي مغسولين ومسقطرين من الماء. هنا كنقطعهم كما كتشوفوا عبيديه، راهم سبانخ طريين وجداد وكيذوبوا اصلا، هي كتضربهم العافيه كيذوبوا. هنايا راه درت كميه كبيره، غنبقى ندير بشويه بشويه. اللي درت 3 القبيطات ديال السبانخ، مهم انا غادي نبقى ندير شويه ونخليه حتى يهبط ونعاود نزيد شويه حتى غادي ندير الكميه كامله ان شاء الله. هانتوما هنايا راه هبطات، غادي نضيف كميه اخرى وهكذا حتى نسالي كما قلت لكم الكميه اللي عندي كامله. والنار راه مجهده، ما ديروش نار مهيله باش ما يطلقش لكم الماء بزاف. صافي، هنا راه بقيت كنزيد وتيراه تيطلق السبانخ الماء، تيطلقوا الماء وكنبقاو نشحروا فيها حتى ضروري انهم ينشفوا، ضروري تنشفوهم مزيان من الماء ويوليو بهذا الشكل. هنا كنوريكم وكما شفتوا راه دوك 3 القبيطات ها شحال خرجوا، راه قلت لكم كيذوبوا مع الماء مع الحراره زعما، عفوا. صافي، هنايا واحد البول غادي ناخذو، غادي ندير فيه هنايا المقادير اللي غادي نحتاج، مازال 320 تقريبا ديال الجبن، اي نوع جبن عندكم. هنايا درت واحد 250 غرام ديال الجبن مبشور الادام، وهنايا درت واحد جوج بطاطات اللي سلقتهم مع مليحه ومعستهم. كما شفتوا راهني ما زدتش الملحه على السبانخ لان السبانخ فيهم الملحه، والجبن مالح والبطاطا درت فيها شي شويه ديال الملح، القياس ديالها ما كثرتش. ما ديروش الملح في السبانخ حيت غيجيكم الخليط مالح بزاف وغادي تغطاو لكم كاع النكهات وما يجوش زوينين في المذاق. كما شفتوا راه درت غير شويه ديال الثومه وشويه ديال الابزار. صافي، وهذيك البصيله وشحرت السبانخ وزيت الزيتون. صافي، هنا درت هذوك السبانخ راه بعد ما دفاو غنزيد عليهم البطاطا. والدور ديال هاد البطاطا اولا كتزكي لينا الكميه حيت السبانخ كما كتشوفوا تيذوبوا تيعطيو غير شي شويه، وثانيا تيعاونوا حتى البريوات ما يطرطقوش بحال كيمصوا داك الماء اللي كيكون في، حيت هذا هو السبب باش كيطرطقوا. الجبن كيذوب وكيتنفخ والسبانخ كيطلقوا شي شويه ديال الماء، الورقه بحال كتقطع. صافي، هنايا غادي نخلط كل شيء كما شفتوا بهذه الطريقه، ندمجوا العناصر كاملين وغادي نزيد عليهم الفرماج الاخر حتى هو. صافي، غادي نخلط كل شيء ونبداو ان شاء الله نعمرو. اللي مازال ما دخلتش على زر لايك نتمنى انه يضغط عليه، ما غياخذ منكم الا ثواني وانا غادي نستافد بان الفيديو والناس غادي يستافدوا حتى هما، ان الفيديو غادي يطلع في محرك البحث وغادي يستافدوا منه ناس بزاف، لان هاد البريوات كيعانيوا معاهم الناس، اغلبيه كيطرطقوا ليهم في الفران. وغادي نعطيكم الاسرار الا بغيتوا انهم ينجحوا معاكم ان شاء الله. صافي، هنايا راه غادي نزيد كما قلت لكم داك الجبن المبشور وغادي نخلط كل شيء. وبالنسبه هنايا البريوات لا بغيتوا انهم ما يطرطقوش، الحاجه الاولى هي اننا كنضيبو ليو الورقه بعدا، اولا كنديروا الورقه الاولى وكنزيدوا ورقه ثانيه باش حتى الا فزقات لينا الورقه الاولى كتشد لينا الورقه الثانيه. ثانيا انهم هاد البريوات هما الوحيدين اللي كيطيبوا على نار اللي هي مجهده، ماشي بحال البريوات الاخرين تنديروهم على نار مهيله. هادو الا درتهم على نار مهيله اكيد اكيد غادي يطرطقوا كاملين وغادي يتحلوا، حيت داك الفرماج كتوصلوا الحراره على خاطرو، وقبل ما كتنشف الورقه الفوقانيه
كتكون باقا طريه وكيذوب وكيبدا يتنفخ وتيتقطع وكتقطع الورق. يعني لا غادي تقليهم، غادي نوريكم حتى واحد لاستيس اخرى الا بغيتو تقليوهم ولا بغيتو ديروهم في الفران. مهم هنا كما شفتوا عندي ورقه متوسطه الحجم، ماشي الكبيره وماشي الصغيره. الا خدمتو بالكبيره غادي ديروا غير ما غاديش دوبليو الورقه بحال هكا كما درت لكم، لانها كتكون كبيره وكتطوى على شحال من مره. انا هنا عندي هذيك المتوسطه، ها انتما قسمتها على جوج، والطويه ها انتما راه الفيديو كيشرح نفسه، كنبسط شويه الحشوه باش جينا في جميع الجوانب صافي وكنطوي بهذا الشكل. صافي هنايا غنعاود نفس الطريقه. المهم الفيديو راه شارح راسو. هنا كندهن بشي شويه ديال الزيت وكندير واحد المعلقه عامره مزيان ديال الحشوه صافي، وكنسد عليها بهذاك. صافي وكنستمر بنفس الطريقه. قلت لكم هنايا من الافضل الا بغيتو هادو تقليوهم، من الافضل انكم ديروهم قبل وديروهم في الكونجيلاتور. هاد لاستيس راه رائعه وكتخليهم انهم ما كيطرطق فيهم حتى حبه. كتدخلوهم الكونجيلاتور حتى يجمدوا مثلا ليله قبل الا بغيتوهم الغد ليه صافي، وكتجبدوهم وكديروا الزيت سخن على نار اللي هي مرتفعه تكون سخونه مزيان، وكترميهم فيهم ديريكت من الكونجيلاتور للمقله. هكا راه تيتقلاو من الفوق وتيكون الحراره باقي ما وصلاتش لذاك الفرماج باش يتنفخ، وملي تملي كيذوب ديك الساعه تيلقى الورقه انها يعني صافي طابت تتكون قاصحه. يعني ضروري كنلوحهم في الزيت اللي هي مجهده حتى كيتحمروا، هذا كنقصوه شويه باش يذوبوا لينا مزيان من الداخل. هذه لاستيس اللي بغى يقليهم ضروري انهم يكونوا، اما شي حاجه اخرى من غير هكاك في ضروري ضروري كي ولا هكا كما قلت لكم دوبليو الورقه حتى هما ودخلوهم كونجيلاتور يبردوا من الداخل مزيان صافي ودوزوا قليهم. بالنسبه للفران انا هنا غادي نطيبهم في الفران حتى هما راه ممكن تجبدوا من الكونجيلاتور يدخلوا الفران، غير فران يكون على اقصى درجه. انا هنا غادي نطيبهم على 300 درجه، والفران درته كيسخن وفيه اللاطه، حتى اللاطه راه كتسخن. يعني غادي ناخذهم ديريكت ونحطهم في الفران، يعني كل شيء سخون باش يلاه هي هذيك باش كتنجح معانا ما كيدوبش داك الفرماج لداخل. المهم هادو هما جوج طرق اللي بغى يطيبهم، ضروري ان الفران يكون سخون بزاف. ما كانش سخون بزاف راه كيطرطقوا مع الاسف، اولا يدخلوا الكونجيلاتور. كما قلت لكم راه دخلتهم الفران اللي هو سخون والمقله سخونه، وهانتوما كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالهم، راهم تحمروا وما طرطقوش. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها ان شاء الله، والى وصفه قادمه باذن الله. في امان الله وحفظه، السلام عليكم.